هشام عبد المنعم بسجل الهدف الثاني للمنتخب الأردني في المرمى السعودي. في الحقيقة غير متوقع، غير متوقع، يعني غير متوقع أن يكون هذا الخطأ من حارس المرمى، ولعبة سريعة في الحقيقة من كابتن الفريق، كابتن الفريق. هذه عاد لاحظوا شلون، لاحظوا شلون، هذه صاحب الهدف في الحقيقة القاتل، أقدر أقول الهدف القاتل. نلعب في الدقيقة 43، لاحظوا شلون تحويلة جيدة، لعب سريع، الحارس وين؟ قدام الحارس، قدام على بعد حوالي 7 أو 8 ياردات من المرمى.